هديتي شوي ولا لا؟ انت منيحة؟ عادي، لا تاكلي همي، أصلاً ما عاد في شي ممكن ينفع مع أبي. بس هو بيزعل. لا عن جد؟ يا حرام، طلع هو الضحية ونحن الغلط. خلاص خلاص، مشان الله بلا ما نحكي عن أبي. كل مرة منحكي بهذا الموضوع بحس إني رح جن وما بعرف شو بيصير لي. طيب خلاص، خبريني شو عملتي بالمدرسة؟ كيف كان يومك؟ يومي كان غريب شوي. أوه، احكي بسرعة، قولي لي شو اللي صار. عم بسمعك. يلا، اليوم حطوا بالصف تبعي ابن أخته للسيد أونور، بس هذا الشي كان مهم كتير لكل المدرسة، فهمتي علي؟ لك يا بنتي، أنا مو من الأول خبرتك، صعب إنه ما حدا يلاحظ وجودك. ليكي حتى المدير انتبه لوجودك. ايه، وحتى أونور منتبه، يعني لما يقول ايه أنا بعرف زينب بحس كأنه عم بتقولي أونور منتبه علي؟ شو؟ كأنه صرتوا قراب من بعضكم؟ لا، هو نحن تقابلنا بممر المدرسة 5 دقايق ووقفنا وحكينا شوي، بس مو أكتر. بس هيك؟ هالشي بكفي. هو أونور بيوغلو رجال لطيف كتير، أنا ما كنت متوقع أنه هيك يكون، يعني لطيف. وطلع متذكرني من الوقف. طيب إيه؟ شو يعني إذا تذكره؟ كنتي عم تقضي وقتك كله بالمؤسسة تبعه. شو دخل هي بهي أختي؟ وإذا كنت عم بشتغل هنيك، في كتير ناس كمان عم يشتغلوا، مو أنا الوحيدة اللي كنت هنيك. شو بيعرفني؟ قلت هيك لأنك الوحيدة اللي بتشتغلي هنيك ببلاش. خلصنا بيرنا. طيب تمام، ماشي، ما عاد احكي شي. شكرا كتير لهم والله يحميهم ويرزقهم اكثر واكثر. قولي امين. هنن اعطوني منحه دراسيه لهيك ما رح احكي عليهم ابدا. ايه، والمؤسسه عاملين عشاء بكره؟ ايه. وأونور كمان رح يجي يا ترى؟ ايه رح يجي. يعني رح تقدري تحكي معه، ويمكن هالمرة تحكوا لوقت أطول. غليظة، قاعدة عم بسمعك فكرت رح تقولي شي مهم، مو وقت الغلاظة تبعك، مشان الله بيرنا.